أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن غشنا فليس منا. وهذا الغش يشمل كل شيء، في المأكولات، في المشروبات، في المركوبات، في الملبوسات، في العقارات، في أي شيء. لأضرب لك بعض الأمثلة للإيضاح وليس للحصر. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لا تصروا الإبل والغنم في الصحيحين، وهي أن تربط وتحبس أو تترك أياماً لا تحلب، فإذا باعها في السوق ظن المشتري أنها صاحبة لبن وأنها ذات لبن، فإذا به يرى فيها ما ليس ما رآه في أول شرائه لها.